Guten Morgen alle zusammen und ich wünsche euch einen schönen Tag. Sawa al-Khair, Sawa al-Khair lakum jami'an wa atamanna lakum yawman jamila mitla ma mawjuduna fi hadhi suwar al-jamila. إذا بداية أود أن أشكر الجميع على تفاعلهم مع القناة سواء من خلال اللايك أو التعليقات أو تفعيل الجرس أو حتى التعريف في القناة للآخرين. إذا شكرا للجميع. اليوم سوف وكأننا سنكون وكأننا في نشرة أخبار جوية، وهذا الموضوع وموضوع أيضا فيه مفردات جميلة جدا وتعابير أيضا قد تكون جديدة علينا ممكن استخدامها. فهناك سوف نبدأ بسؤال ممكن نحن أن نطرحه على الآخرين وممكن أن نسمعه من الآخرين يطرح علينا. السؤال هو Wie ist das Wetter heute؟ إذن كيف هو حال الطقس اليوم؟ إذن das Wetter، إذن هو اسم محايد، هو neutral، إذن das Wetter ممكن أن نعوض عنه ب S حتى لا نعيد تكرار هذا الاسم عند الإجابة عليه، نعوض عنه ب S مثل ما أخذنا في الدروس السابقة. إذن Wie ist das Wetter heute؟ الجواب S ist kalt. ونحن هنا لاحظوا أننا نستعمل الضمير S مثل ما هو، وهو أحد بنود أو مواضيع هذا الدرس الثالث عشر. S ist kalt، إذن الحالة هي باردة أو جو بارد. إذن S هو ضمير الذي يعوض عن das Wetter، و ist هو الفعل، و kalt هنا يأتي بحالة adjective الصفة وهو في نهاية الجملة. إذن es ist kalt، الجو بارد، أو نقول بعكس ذلك es ist heiß، الجو حار مثل ما موجود في هنا في على شواطئ البحر الأبيض المتوسط. هنا es ist heiß، أو نقول es ist bewölkt، bewölkt، إذن الجو مغيم، es ist bewölkt، والاسم المعرف هو die Wolke، دي فولكي الغيمة، دي فولكي الغيمة، إذا هو اسم مؤنث. أو نقول إس إيست فينديك، إذا الجو يعني فيه رياح، إس إيست فينديك، والاسم المعرف له هو دير فيند، إذا هو اسم مذكر، الريح، دير فيند. أو عندما نمشي فتسقط علينا قطرات الماء من هنا ومن هناك، أو حتى الأرض تكون مبللة، فنقول إس إيست ناس، إس إيست ناس، الجو مبلل. أو عندما تمطر فنقول إس ريجنت، إذا نستخدم فعل ريجنت، إس ريجنت، ولا نكون بحاجة إلى إيست، نقول إس ريجنت، والاسم المعرف لها هو دير ريجن، المطر، وهو اسم مذكر. أو عندما تثلج أو تسقط ثلجا نقول إس شنايد، S schneit، ونحن نستخدم فعل schneit مباشرة، إذا der Schnee، الثلج، وهو اسم مذكر. ماذا سنقول عندما تشرق الشمس؟ تشرق الشمس سنقول die Sonne scheint، die Sonne، die Sonne هي الشمس، scheint هو مشتق من فعل scheinen، تشرق أو يشرق، إذا لا هي تشرق لأن die Sonne مؤنثة، die Sonne scheint، الشمس تشرق، shine. الآن نذهب قليلا بجولة إلى الاتجاهات الكرة الأرضية الأربعة، ويعني أتمنى أن لا نضيع هناك أو أحدنا يضيع هناك. فنقول der Norden، الشمال، فنقول im Norden، في الشمال، أو نقول der Osten، الشرق، فنقول im Osten، في الشرق. der Süden، الجنوب، im Süden، في الجنوب. وأخيرا der Westen، في الغرب، im Westen، عفوا der Westen، الغرب، و im Westen، في الغرب. وحتى نستفيد من هذه الاتجاهات الأربعة ممكن أن نطلق سؤالا، فنقول Wie ist das Wetter im Norden مثلا، im Norden، إذن كيف هو حال الطقس في الشمال، أو Wie ist das Wetter im Osten، أو Wie ist das Wetter im Süden؟ Wie ist das Wetter im Westen؟ إذا للإجابة على سؤال Wie ist das Wetter im Norden، وعادة ما يكون شمال مناطق ألاسكا وسيبيريا عادة ما تكون يعني باردة، فنقول Das Wetter ist kalt، الجو بارد، Das Wetter ist kalt، أو ممكن أن لا نعيد Das Wetter، فمكانه عن مكانه سنقول S
bedeutet das Wetter? Es ist kalt. Es schneit. Hier, يعني تثلج. Schneit, مثل ما موجود هذا المسكين. لاحظوا عليه. إذن es schneit hier تثلج. أتمنى أن يكون هذا الفيديو مفيدا بمفرداته وصوره، وشكرا لكم وإلى اللقاء في الفيديو القادم.